ناقلها نواف التمياط، نواف وكرة من ضلع وضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء لمنتخبنا، وبطاقة صفراء أيضا على رقم 8، رقم 8 في المنتخب الكوري لصالح منتخبنا، ضربة جزاء لصالح منتخبنا على اللاعب رقم 8 اللي حصل على بطاقة صفراء، وبالمرمى الله خسارة، الله يا حمزة، الله يا حمزة، الله يا حمزة، كرة وجها لوجه أمام المرمى، الله الله الله، فرصة كانت ذهبية أكيد بلا شك حتكون دافع وحافز لمنتخبنا لأن ترتفع معنوياته أكثر.